رحمتك أفضل من الحياة. هللويا. احنا دخلتوا طبعا شفتونا احنا قاعدين بنهتف يسوع الاسد، وده اعلان النهارده. بصلي انه ربنا النهارده ياخدنا في هذا الجو. هنقولها مره تاني، وعايزك وانت موجود في مكانك هتهتف معانا يسوع الاسد، وبعد كده ندخل على طول ترنيمه انت الاسد الخارج من سبط يهوذا. يلا مع بعض، هللويا، يلا مع بعض. يسوع الاسد، يسوع الأسد، يسوع الأسد. أنت الأسد الخارج من سبط يهوذا، أنت الأسد الخارج من بين التسابيح، أنت الأسد الخارج من سبط يهوذا، أنت الأسد الخارج من بين التسابيح. خارج غالب وعشان تغلب وتقودنا في موكب نصرة، خارج ضارب لما بتغضب سيفك يخرج من فمك، خارج غالب وعشان تغلب وتقودنا في موكب نصرة، خارج ضارب لما بتغضب سيفك يخرج من فمك. انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، انت الاسد الخارج بين التسابيح، اعلن قوة. انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، انت الاسد الخارج من بين التسابيح، راكب فرسك ابيض لونه ولابس كل تيجان مجدك، كل عدائك مهما يكونوا تحت في موطئ من قدمك، راكب فرسك ابيض لونه ولابس كل تيجان مجدك، كل عدائك مهما يكونوا تحت في موطئ من قدمك. انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، انت الاسد الخارج من بين التسابيح، انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، انت الاسد. العدد الاول كمان مره، من بين التسابيح. خارج غالب، خارج غالب وعشان تغلب وتقودنا في موكب نصرة، خارج ضارب لما بتغضب سيفك يخرج من فمك، خارج غالب وعشان تغلب وتقودنا في موكب نصرة، خارج ضارب لما بتغضب سيفك يخرج من فمك. انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، انت الاسد الخارج من بين التسابيح، انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، انت الاسد الخارج. العدد الثاني، من بين التسابيح، راكب فرسك ابيض لونه ولابس كل تيجان مجدك، كل اعدائك مهما يكونوا تحت في موطئ من قدمك، راكب فرسك ابيض لونه ولابس كل تيجان مجدك، كل اعدائك مهما يكونوا تحت في موطئ من قدمك. انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، انت الاسد الخارج من بين التسابيح، انت الاسد الخارج من سبط يهوذا، انت الاسد الخارج من بين التسابيح. هللويا، نسبح اسمك يا من صلبت لاجلنا. نحن نسبح الأسد في هذه الليلة، اللي ذبح صحيح الحمل ذبح، لكن الأسد إشارة إلى القيامة فيها قوة، صحيح الصلب فيه كسر وموت حمل، لكن هو كمان قام من بين الأموات منتصرا، أسد غالب. تعالوا نسبح الرب، وإحنا بنقول الكلمات دي نسبح اسمك. يلا مع بعض،
نسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك يا من صعدت بنا إلى السماء منتصرين، نسبحك على الدوام فقد سحق لنا الشيطان ونهتف وخيطين، نسقط كل الأسوار بإيمان وإصرار بإسمك ساحقين، أعداءنا نسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك يا من صعدت بنا إلى السماء منتصرين، نرفع أصواتنا نرفع أصواتنا نعلن نصرتنا لك نجد فرحين، كل قوة لنا سلطانك منحتنا وبك منتصرين، هللويا نسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك يا من صعدت بنا إلى السماء منتصرين. العدد الثاني، العدد الثاني، نرفع أصواتنا نرفع أصواتنا نعلن نصرتنا لك نجد فرحين، كل قوتك لنا سلطانك منحتنا وبيك منتصرين، هللويا هللويا نسبح اسمك يا من صلبت لأجلنا، نسبح اسمك أحزاننا حملتها، نسبح اسمك يا من صعدت بنا إلى السماء منتصرين، إلى السماء إلى السماء منتصرين، إلى السماء منتصرين. قبل ما نقول الكلمات اللي جاية متوج إلى الأبد يسوع، نفسي أقرأ معاكم آية جميلة قوي من سفر التكوين إصحاح 49 عدد 8 وعدد 9. سبط يهوذا اللي جه منه المسيح. نقرأ كده مع بعض تكوين 49 من عدد 8 ل 9. نطلعها على ما طلعت. أوكي. يلا نقول مع بعض. يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. ليبي يهوذا جرو أسد، مثل فريسة صعدت يبني، جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه. دي كانت كلمات نبوة عن يهوذا، عايز يقول إنه يهوذا معناه تسبيح، وزي أي فريق بيكون لي اللوجو بتاعه الشعار بتاعه، شعار سبط يهوذا الأسد، جرو أسد شبل، مين ده اللي يقدر يقف قدامه؟ وفي سفر الرؤيا إصحاح 5 عدد 5 آية مشهورة، لما يوحنا بكى ملقاش حد يفتح السفر وقال الكلمات دي، رب قال له الكلمات ديت، فصرت أنا أبكي كثيراً لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه، فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. هللويا. الأسد، الأسد الخارج من سبط يهوذا. الترجمة الأولانية اللي قلناها المرنم كتب الخارج من بين التسبيحات، يهوذا يعني معناه حمد وتسبيح، والنهاردة الرب عايز يدينا إعلان أنه تسبيحك في قوة هائلة، بالذات لما تعلن أنه مسيحك هو الأسد، يسوع زي ما كنا بنهتف الأسد، الأسد اللي المسبحين بحسب ما احنا كنا بنقرأ سبط يهوذا ده المسبحين،
هو ملكهم، هو سيدهم، هو ملك المسبحين، هو سيد المسبحين. يعمل ايه؟ يحميهم، يرعاهم. لما يزقر، وهنشوف بعض المقاطع الكتابية والترانيم، لما بيزقر مين ده اللي يقف قدامه؟ لأجل ولاده يحميهم، هو مصدر قوتهم. النهاردة بصلي ان كلنا اللي في الاستوديو هنا وانت بتشاهدنا، ان يتملي قلبك النهاردة بهذا الإعلان، انك ملك وملكك هو الأسد الحقيقي. إبليس كأسد، ده كذاب طول عمره وبيحاول يزور كل حاجة، لكن الأسد الحقيقي عندما يزمجر كل الأسود كأسود ترتعب منه. والكتاب مليء بهذه الإعلانات اللي النهاردة هنقرأ منها شوية، وهنرنم ونقرأ ونرنم النهاردة. خلونا بهذا الإعلان، يلا، متوج إلى الأبد يسوع، هللويا. متوج إلى الأبد يسوع، ملكي ملكي. متوج إلى الأبد يسوع، ملكي ملكي. البركة والإكرام لك يسوع، العز والسلطان لك يسوع، القوة لك يسوع، لك يا يسوع، لك يا يسوع. أسد يهوذا لأجلنا يسوع، لك يا يسوع، لك يا يسوع. متوج إلى الأبد يسوع، ملكي ملكي. هللويا هللويا. عايز نقرا مع بعض صمويل الاول اصحاح 7، صمويل الاول اصحاح 7، بعد كده هنرنم كلمات الحلوه انت قائدنا يسوع البار، وبعديها مالكي مجدا لمالكي. فاخذ صمويل حملا رضيعا واصعده محرقا بتمامه للرب، وصرخ صمويل الى الرب من أجل إسرائيل، فاستجاب له الرب. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة، تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم، فانكسروا أمام إسرائيل. وخرج رجال إسرائيل من المصفاة وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كار.
ممكن أقولهم مرة تاني؟ أخواتنا المشاهدين يشوفوا الآيات على الشاشة، اقروا معايا شوف قد إيه. صمويل لما قدم الذبيحة في إعلان، إعلان الحمل الفداء، أن يسوع هيفدي هذا الأمر. واللي حصل، الرب أرعد، الرب أرعد. يلا مع بعض. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له الرب. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة، تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا. أنا عايزك كده تتخيل وإحنا بقول الترنيمة اللي جاية، كلمة أرعد كل واحد هيفهمها بحاجة تاني خالص، بس الصوت اللي عمله ربنا أرعد بيه جيش مدجج بالسلاح كسرهم. النهاردة عايزك تصدق أنه أسد يهوذا فوق الكل. الفلسطينيين دولت كانوا زلين شعب ربنا، لكن لما الرب قرر ان هو هينتصر لصالحهم ارعد. ما عملش يعني ما كلفش نفسه يتعب ملايكته ولا حاجه، هو عمل صوت بس ارعدهم فانكسروا. هللويا. مين مصدق في اله النهارده؟ تعالوا نسقف له سقفه لانه قادر وقدير. يلا مع بعض. انت قائدنا يسوع البار. هللويا. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. انت قائدنا يسوع البار، نبع رجانا باستمرار. من ايه نرهب او نحتار واحنا في سترك محميين؟ قلب احنا المهديين، قلب احنا بيغلبين، احنا جيوش المهديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. مهما ابليس حربه شرور، مهما إبليس حرب ودور بهموم ومتاعب والشرور، نمشي في موكب نصر فدينا، نغلب شره بدم ثمين. قلب احنا بك غالبين، احنا جيوش المهديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين. بنسبح بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مكان يا مليك. هللويا. بنسبح ونرنم اسمك ونعليك، أصلنا فيك منتصرين. غالب احنا بك غالبين، احنا جيوش المهديين. غالب احنا بك غالبين، احنا جيوش المهديين. مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين، اي صعب واحنا عابرين، اي صعب. بنسبح ونرنم، اكتف معايا. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدان يا مليك. بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدان يا مليك. نرفع اسمك ونعلي، أصلنا فيك منتصرين. قلب احنا بك غالبين،
المفديين غالبين احنا بك غالبين احنا جيوش المفديين مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين ترنيم 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 ليسوع اعظم اله اعلن ترنيم 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 مجده بيملى الحياه ملكوتك ملكوتك ماله حدود وطريق ابليس مسدود ملكوتك ماله حدود وطريق ابليس مسدود بالمجد علينا يسود سلطانك يا ابن الله هللويا ترنيم 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 ليسوع ترنيم 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 مكتوب يملى الحياة إبليس مغلوب مغلوب أعلن واضح مكتوب إبليس مغلوب مغلوب أعلن واضح مكتوب بالدم وفي المصلوب يسوعنا نتحدى ترنيم 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 ليسوع أعظم إله ترنيم 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 مجده بيملى الحياة إيمان في يسوع بيزيد ويكتب مليان مواعيد هاليلويا إيمان في يسوع بيزيد ويكتب مليان مواعيد والوعد بنصره أكيد سلطان الوعد معاه ترنيم 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 ليسوع أعظم إله إبليس مقصور إيمان بيعيش في النور ويشوف إبليس مقصور وجناحه صبح مقصور وهتاف بهد حمام ترنيم 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 ليسوع أعظم إله بهتاف بهتاف ينهد السور وإلهنا يمد جسور بهتاف ينهد السور إلهنا يمد جسور والشعب صباح منصور وبيعلن مجد الله يسوع أعظم إله ترنيم 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 مكتوب يملى الحياة كمان مرة ترنيم 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 يسوع أعظم إله مرة داود قال قم يا الله قم يا الله فيتبدد أعداؤك يهربوا منك مبغضوك ومرة تاني قال يقوم الله فيتبدد أعداؤه وقبليها بيقول غنوا لله رنموا لاسمه أعدوا طريقا للراكب في الكفار تريما اللي جاية اللي قلت لكم هنقولها ملكي مجدا لملكي
دايما الملك عليه تاج، ودايما حتى بيصوروا لما بيقولوا على الأسد ويشبهوه يعني بيسوع بيحطوا له ايه؟ تاج، فهو الملك الأسد. تعالوا نرنم الكلمات دي واحنا بكل فخر بيه، ملكي مجدا لملكي، مالكي مجدا لمالكي، شمس البر سيدي أكثو لك، مالكي مجدا لمالكي، غفرت الأثام رفعت الأحمال، خروف مذبول أعظمه وأرفع اسم يسوع، هللويا أفرح أهلل بيسوع ملكي، اعلن مالكي مجدا لمالكي، رب المجد راحتي أكثو لك، دل مالكي، أزلت الأوجاع حملت الأحزان، راع أمين اهتف معايا، أعظمه وأرفع اسم يسوع، أفرح أهلل بيسوع مالكي، اعلن معايا مجدا لمالكي، رب الكل رايتي أكثو لك، مالكي مجدا لمالكي، سحقت الشيطان لك السلطان، أسد غالب أعظمه سطر في آخر عدد، ملكي مالكي مجدا لمالكي، سحقت الشيطان لك السلطان، أسد غالب سحقت الشيطان لك السلطان، أسد غالب أعظمه أعظم أعظم وأرفع اسم يسوع، أفرح أهلل بيسوع ملكي. هللويا هللويا. نقرأ مع بعض جزء من كلمة الله في ملوك الثاني 19 من عدد 7، ملوك الثاني 19 من عدد 1-7. النهاردة بقول لكل واحد بيسبح، أنت مدعو دائما أنك تسبح في كل ظروف حياتك. الجزء اللي هنقرأه دوت بدايته أنه في واحد ملك عظيم جدا، جيش أرام حاصر السامرة شعب إسرائيل لدرجة الحصار أنه لا حد لا يدخل البلد ولا يخرج، والأصعب من ده أنه كان مش لاقيين يأكلوا لأن ما فيش أكل، الحمار راس الحمار بقت غالية جدا جدا جدا، وإذا لقوها وفي مشهد كده اتنين ستات جايين يصرخوا للملك وقولوا له احنا اتفقنا مع بعض من المجاعة، اتفقنا مع بعض نذبح ابن الست دي وسلقناه وكناه على أساس أن أنا كمان هذبح ابني تاني يوم ونأكله
شفتوا المجاعة دي كانت صعبة. وطبعا لما جوم يذبحوا ابنها هي كانت ابن التانية لكن حن عليها ومش عايزة تذبح الولد. الملك قطع ثيابه مرار. سؤالي النهاردة، هل انت تشعر بحصار في حياتك؟ انا مش بوعظك النهاردة بس عايز اديك الحل. التسبيح يطلق يد الله. وبعد كده راح إليشع قال لهم ايه؟ بكرة بكرة الدقيق، مش الحمار، الدقيق هيبقى بشاقل والشعير يعني هيبقى رخاص قوي، يعني هتلاقيهم ملقحين في الشوارع. فالجندي قال هو ربنا يعني هيفتح من فوق، هيفتح كده ينطر لنا دقيق من فوق؟ فإليشع قال له هتشوف بعينيك لكن مش هتاكل منه. يلا بقى هات لنا ملوك بصوا قال ايه إليشع. هأنذا عدد 7، هأنذا اجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع الى ارضه واسقطه بالسيف في ارضه. لا ده مش هو ده الشاهد دوت، مش هو ده. المهم انا اقول لكم القصه انه الرب عمل ايه. كان في 4 برص موجودين خارج المحله وقالوا لو دخلنا جوه مجاعه هنموت، ولو استنينا هنموت، احنا نروح للاعداء وايه اللي يحصل؟ اهو طلعوا هالشاهد. وقال إليشع اسمعوا كلام الرب، هكذا قال الرب، في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلة الشعير بشاقل في باب السامرة، وإن جنديا للملك كان يستند على يده. أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع قوة في السماء، هل يكون هذا الأمر؟ فقال أنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. وكان 4 رجال برص عند مدخل الباب، فقال أحدهم لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت؟ إذ قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها، وإذا جلسنا هنا نموت، فالآن هلما نسقط إلى محلة الآراميين، فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا. فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الآراميين، فجاءوا إلى آخر محلة الآراميين فلم يكن هناك أحد. قال فإن الرب أسمع جيش الآراميين صوت مركبات وصوت خيل، صوت جيش عظيم. فقالوا الواحد لأخيه هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا. فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم. هو رب إيه اللي عمله؟ عمل صوت، صوت مركبات بالأيام دي يعني مثلا فرقع له قنبلتين، صوت دبابات مثلا قاعد بيدي صواريخ، عمل صوت بس. إيه اللي حصل للجيش؟ هرب، نفد بجلده وراحوا خدوا الحاجات دي الجيش شعب ربنا. والراجل الجندي دوت شاف الناس بتاخد زي ما قال إليشع، لكن داسوا عليه من كتر الزحمة ومات. شاف وما كلش لأن ما كانش عنده إيمان. ثق، خلي عندك إيمان أنه الرب يرعد للي بيحصروك، إذا كان المرض، إذا كان الاحتياج، إذا كانت مشاكل. ارفع إيدك كده وصلي معايا. قبل ما نقول كسرت سهام العدو عظمت الانتصار، ارفع إيدك قول له يا رب أنا بثق فيك. كل واحد من الموجودين أو اللي بيشاهدونا يمكن يكون في أمور بتحصرك ووصلت للمجاعة. مش لازم مجاعة أكل، لكن جوع للفرح. بقالك كتير ما فرحتش. رب عايزك النهاردة تسبحه كأسد. قل له زمجر في هذه الأيام على أعدائي اللي بيحوطوني ويحاربوني ويطاردوني. قم يا الله، قم يا الله. قل لربنا بشعر بحصار غريب من نوعه،
أنا بحطه قدامك وعايز كلمة منك في هذه الليلة، وأنا يا رب واقف قدامك بسبحك. اعلن اعلن في روحي كلمات أقولها عنك وانطق بيها أمام الحصار. يا رب النهاردة بصلي من قلبي وإحنا في حضورك الآن وإحنا بنسبحك، وبقول لك يا رب قم يا الله، قم يا الله لكل شخص يشعر بهذا الحصار. انقذ كل واحد يا رب، فك فك الأسر. التسبيح يحرر من القيود يا سيد الرب، ونحن نسبحك الآن. أمين. تعالوا نهتف مع بعض بالكلمات دي. كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار. كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار. دسنا كل قواته، شكرا لك يا بابا. على حساب على حساب الدم، وقوة الصليب. على حساب الدم، وقوة الصليب. لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. لا نخشى لا لا نهتم، ملجأنا
نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. لا نخشى لا نهتم، مش كده الترنيمة اللي جاية نقولها مع بعض؟ نقولها بهتاف، باسمك نحن منتصرون، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. عشان كده في ذواتنا ضعفاء جدا، لكن في المسيح أقوياء. يلا مع بعض قول الكلمات الحلوة دي، باسمك نحن منتصرون. باسمك نحن منتصرون، باسمك سيسحق الشيطان. اهتفوا نحن منتصرون بالمسيح، بك نقوى ونغلب، بك ننتصر. أنت فخر قواتنا، نسبح ونجد لاسمك. هللويا هللويا، نعظم دمك، نهتف باسمك، لا ننحني الا لك. انا مشجعك النهارده تدريب تعمله، اوعى تتكلم كتير عن ضعفك امام العدو، اتكلم عن نصرتك في المسيح. لكن في مخدعك امام الرب دائما اعلن ضعفك واتضاعك. امين الدرس ده نعمله كلنا، اعلن ضعفك امام الرب، لكن اعلن قوتك أمام العدو. نعظم دمك، نعظم دمك، نهتف بمجدك، لا ننحني إلا لك. أنت مالكنا دوما منتصران، رأسا وأسدان، لن نقبل كاذبا يأتي به عدو. سنطع الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا. سنطع الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا. نهتف لك، ستنحني لك يوما، كل جبال ستعترف بملكك يوما، كل شفاه نكرز باسمك، نعلن أنت هو ونسحق بدمك. كمان مرة، ستنحني، ستنحني لك يوما، كل جبال ستعترف بملكك يوما، كل شفاء نكرس باسمك، نعلن أنت هو ونسحق بدمك. ساعة اعلن بقوة، سنطاء الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا. سنطاء الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا. نهتف، ستنحني، ستنحني لك يوما، كل ستعترف بملكك يوما، كل شفاء نكرس باسمك، واعلن أنت هو ونسحق بدمك. رأس سنطع، سنطاء الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا. سنطاء الجبال بقوة اسمك،
يتدللوا لنا بك أعداؤنا نهتف لك أقوياء 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 في المسيح أقوياء 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 في المسيح أقوياء من الشيطان أعلى كلامه لنا به يقيننا يجعلنا أحكم من كل الأعداء أقوياء أقوياء يوم للأمام نمسك باليد الزمام سلطانه لنا وروحه لنا قواتنا هي من الأعلى أقوياء 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 في المسيح أقوياء يصنع المحال نسير بالإيمان ونهزم العيان نجاحنا من إله السماء أقوياء 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 في المسيح أقوياء 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 في المسيح أقوياء يوم للأمام نمسك في اليد الزمام سلطانه لنا وروحه لنا قواتنا هي من الأعلى أقوياء 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 في المسيح أقوياء أقوياء هنقرا مع بعض مزمور 18. ربنا مش عايزك تقعد ماشي كده وتقول للناس أقوياء أقوياء، ده كبرياء. لكن خلي حياتك وتصرفاتك وقراراتك بتقول إنك قوي. قولوا أمين. حياتك لما بيجي أمر مفزع بتعمل إيه؟ قوي؟ ما تقولهاش أنا قوي، لا، لكن قولها أنك بتتصرف كحبقوق لما قال مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم وبلاوي، لكن قال إيه؟ إن لأنه قوي، ما قالش أنا قوي، قال أنا أفرح بالرب، لأنه الناس العادية تتحطم، بس أنا مش هتحطم، أفرح بالرب وأبتهج بإلهي، لأن الرب السيد قوتي ويمشيني. كاتب المزمور اللي احنا هنقراه مع بعض بيقول الرب أنا بحبك قوي، بس باقي الجزء اللي هنقراه بيحكي على محبة ربنا اللي أظهرها لكاتب المزمور، مع أنها جوه فيها حشو وحاجات صعبة قوي، لكن محبته غلطته. تعالوا كده نتأمل، مش نتأمل يعني نوعظ، لكن نتأمل وإحنا بنقرأ، وبعد كده هرنم الترنيمة اللي جاية بنخاف من إيه، وحوالينا أصوات كتير جهزها، وخلونا نقرأ مع بعض يلا بصوت عالي، وهنقول بهدوء: أحبك يا رب يا قوتي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي، أدعو الرب الحميد فأتخلص من أعدائي، اكتنفتني حبال الموت وسيول الهلاك أفزعتني، حبال الهاوية حاقت بي، أشراق الموت انتشبت بي،
في ضيقي دعوت الرب وإلى إلهي صرخت، فسمع من هيكله صوتي وصراخي قدامه دخل أذنيه، فارتجت الأرض وارتعشت أسس الجبال، ارتعدت وارتجت لأنه غضب. صعد دخان من أنفه ونار من فمه أكلت، جمر اشتعلت منه، طأطأ السماوات ونزل، وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار وهف على أجنحة الرياح، جعل الظلمة حوله مظلته، ضباب المياه وظلام الغمام. من الشعاع قدامه عبرت سحبه، برد وجمر ونار. أرعد الرب من السماوات والعلى، والعلي أعطى صوته، بردا وجمر نار. أرسل سهامه فشتتهم، وبروقا كثيرة فأزعجهم، فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة. من زجرك يا رب، من نسمة ريح أنفك، أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة، أنقذني من عدوي القوي ومن مبغضي لأنهم أقوى مني. هللويا. سقف للرب لأنه قادر يعمل كذا. يلا مع بعض قول الكلمات دي. هنخاف ليه؟ حوالينا أصوات كتير، لكن فوقها إلى قدير عالي موجود غير محدود. صوته أقوى من المياه لتسجد كل الجبال، ويقول يكون فيكون. يلا مع بعض. حوالينا أصوات كتير، لكن فوقها إلى قدير عالي موجود غير محدود. صوته أقوى من المياه لتسجد كل الجبال، ويقول يكون فيكون. هنخاف من إيه؟ والرب بنفسه اللي حقينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. هنخاف من إيه؟ والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. رفع راية الإيمان مهما تحدانا العيان، يهوى لكل السلطان. رح نطلق كلمة حياة وهنعلن يوجد إله بينجي من الموت حنان. كمان مرة أقول معايا، رفع راية الإيمان مهما تحدانا العيان، يهوى لكل السلطان. رح نطلق كلمة حياة وهنعلن يوجد إله بينجي من الموت حنان. هنخاف من إيه؟ والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. هنخاف من إيه؟ والرب بنفسه اللي حمينا، هو معانا وساكن فينا طول الأيام. ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق رح يفصلنا عن حبه، ده بإيده شايلنا ومالينا سلام. سهلة ها؟ نفس الأغنى مرة تاني. افتح إيدك كده وقول للرب تحدياتي بحطها بين إيديه. فكر كده في ذهنك وانت بتحط، بتعملش كده على هوا يعني، ركز. وقول له بعلن انت الاسد اللي هتقدر تتصرف في كل اللي بين قبضة ايدي.
والنهاردة في الحلقة دي في هذا الاجتماع أمام حضورك أنا بألقي على الرب همي. إخواتي المشاهدين وإحنا كمان اللي موجودين هنا احمل كده وقول النهاردة أنا هثق فيك، مش هثق في الواقع اللي بيقوده كالأسد إبليس. أنا هصدقك أنت أيها الأسد الحقيقي أنك تقدر تتحرك، وزي ما أرعدت وزمجرت وكان صوتك أرعب الأعداء جيوش قوية جدا، تعال قوم يا رب النهاردة، قوم النهاردة وقول كلمة وانطق كلمة واديني إيمان جديد، وقول لنفسك النهاردة، كلم نفسك النهاردة، مسموح ليك في الترنيمة دي، بنخاف ليه؟ قول لنفسك أنا ليه خايف وأنا معايا الأسد الخارج من بين تسبيحاتي من سبط يهوذا. أمين أمين. يلا مع بعض قول الكلمات دي وانت ماسك بإيديك كده، وقول له النهاردة بحدفها عليك، ألقى على رب همك واثق أنك أنت تتصرف أيها الأسد. يلا مع بعض. حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إله قدير عالي موجود غير محدود، صوته أقوى من المياه لتسكت كل الجباه ويقول يكون فيكون. كمان مرة قول معي بقوة. حوالينا أصوات كتير لكن فوقها إله قدير عالي موجود غير محدود، صوته أقوى من المياه لتسكت كل الجباه ويقول يكون فيكون. هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الأيام؟ طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه، ده ايده شايلنا ومالينا سلام. قول بقوة من قلبك. هنخاف من ايه والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الأيام؟ ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه، ده ايده شايلنا ومالينا سلام. اعلن معايا. رفع رايه الايمان مهما تحدينا العيان، يهوى لي كل السلطان. راح نطلق كلمات حياه وهنعلن يوجد اله بينكي من الموت حنان. رأية الإمام مهما تحدانا العيان، يهوى لكل السلطان. راح نطلق كلمات حياة وهنعلن يوجد إله بينكي من الموت حنان. هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الأيام؟ ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه، ده ايده شايلنا ومالينا سلام. سقف للرب. هنخاف من ايه والرب نفسه، الرب بنفسه اللي حمينا هو معانا وساكن فينا طول الايام؟ طب ليه بنخاف؟ لا مرض ولا ضيق راح يفصلنا عن حبه، ده ايده شايلنا ومالينا سلام. نهدف يسوع.